بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. في لقاء جديد من اسرتي ايقونه في الكنيسه، نتكلم احبائي عن عنصر اساسي جدا في حياتنا الاسريه بصفه عامه وفي الحياه الزوجيه بصفه خاصه، هي وصيه اعطاها الله لاولاده يحيوا بيها ويعيشوا بيها مع الكل، وبالأهم طبعا لازم تظهر في الأسرة الواحدة، لأننا في الأسرة الواحدة نحن جسد واحد في المسيح يسوع. الوصية هي وصية المغفرة. هل ممكن الأسرة تحيا بدون غفران؟ هل ممكن العلاقة بين الزوج والزوجة أو الأب والأم أو الأسرة كلها تنجح من غير ما يكون فيها مبدأ المغفرة بعضنا لبعض؟ لا أعتقد، بل إن ربنا يسوع المسيح علمنا هذه الأهمية للمغفرة في حياتنا لما علمنا في الصلاة الربانية لو نصلي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إذا كنا بنصلي هذه الصلاة في الكنيسة أو في صلواتنا الخاصة فأيضا هذا ينطبق على الأسرة. الغفران والمغفرة في حياتنا الأسرية عمود أساسي في بيت إلهي، عمود أساسي في البيت المسيحي، لأنها بدونها لا يستطيع الروح القدس أن يعمل في الأسرة ويحفظها من الانشقاق ويحفظها من الخصام ويحفظها من الانهيار ويحفظها أيضا من الضياع أو يحفظها أيضا من الهلاك. المغفرة تسبق كل شيء ولازم تكون جزء من طبيعة التعامل اليومي والحياتي كلها معها، لأن الكتاب المقدس كده علمنا في رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح 4 الآية الشهيرة 1:4-8، بطرس الأولى 4:8 يقول ولكن قبل كل شيء، قبل كل حاجة في حياتنا، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة أو كثيرة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. لأن برضو يرجع يركز على إننا المحبة المسيحية بتستر كثرة من الخطية. بالتأكيد في الحياة الأسرية بيحصل خلافات، بيحصل أخطاء، بيحصل أحيانا حد متعصب، حد متنرفز، غير قادر، متألم، عنده هم في الخارج، هم في الداخل، فممكن يكون مش قادر يحتمل فيغلط، أو ممكن يكون اتعود على كلمة معينة فيها خطأ، أو كلمة فيها معينة فيها جرح لمشاعر الآخر، أو تصرف معين بيعمله بقصد أو بدون قصد في جرح المشاعر الآخر. نحن كلنا بنخطئ، أو يا رب كلنا خطاه، ولهذا بتصدر مننا أخطاء كثيرة سواء في التعامل العام أو في التعامل الخاص. الأسرة بقى لابد أن يكون مبدأ المغفرة ده أساسي فيه، ومش ممكن الأسرة تستمر بدون ما يكون في مغفرة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. لو ما فيش مغفرة هنقع في غضب باستمرار، مشاعرنا قدام بعض هتبتعد، المحبة هتجف. لو ما فيش مغفرة ممكن نوصل لكراهية البعض، ممكن تحصل عداوة حتى بين الأفراد، بين الزوجين أو بين الزوجين وأحد أولادهم أو بين الأولاد وبعضهم. نحن في احتياج شديد أن نذكر أنفسنا باستمرار بهذا المبدأ الروحي المسيحي، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. الأسرة المسيحية لا يمكن أن تحيا بدون المغفرة، ولهذا الروحيات والخبرة العملية والخبرة الحياتية علمتنا إن لابد كل واحد يراجع، هل أنا بغفر لشريك حياتي ولا لأ؟ هل أنا بغفر لأولادي ولا لأ؟ وهل الأولاد بيتعلموا إنهم يغفروا البعض ولا لأ؟ نحن يا أحبائي أمام، نقدر نقول أمر إلهي، أمام عنصر أساسي، أمام عمود في حياتنا الأسرية وفي حياتنا الزوجية، لا يمكن أن تقوم الأسرة أو البيت المسيحي بدونه. لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. ولإلهنا المجد دائما أبديا.